وجدت حواء ربة الأسرة نفسها مضطرة إلى شراء ملابس مستعملة لأطفالها الثلاثة ليرتدوها خلال العيد بعد ارتفاع أسعار الملابس الجديدة. 3 لبسات هاي ب30,000 اللبسة هنا، وهناك ب150-250 في المربعات. يعني قلنا أحسن السوق ده هنا شوية أحسن، بنجي بجاي نخفف شوية. البائعون في أسواق الملابس المستعملة يقولون إنهم لاحظوا زيادة في عدد المشترين خلال الفترات الأخيرة. الملابس والله يا أخي نشتريها من الجوج هنا طبعا، من الجوج ده بيسموه جوج، يعني الناس بيمشوا بدلوا بالعدة وبيجيبوها بيجيبوها، نحن شنو بنجي بنشتري منها زي دي كده الفارشين دي. بيشيل العدة بيمشي بالأحياء بلف ويجي يطق الباب بيلقط يجيبها هنا هنا، نحن بنجي بنلقط منها دي عسى ملابس واحدة، يعني لا كم من الزمن. مختصون يعزون ارتفاع أسعار الملابس الجديدة والسلع إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي. ورغم أن الملابس المستعملة تمثل حلا، هناك من يحذر من إمكانية الإصابة بالأمراض المعدية جراء ارتداء هذه الملابس. ارتفاع أسعار الملابس الجديدة يعني بغض النظر عن هي جيدة أو صنع جيد أو غير جيد، يعني ده أدى لأنه الناس تتجه لأسواق الملابس المستعملة. ولا يقتصر وجود أسواق الملابس المستعملة على المناطق الشعبية والنائية، بل توجد أيضا في وسط الخرطوم، وتتنوع مصادر الملابس المستعملة ولكن معظمها يأتي من دول غرب إفريقيا خاصة الكاميرون. أجبرت الظروف الاقتصادية القاسية وارتفاع أسعار الملابس الكثير من الأسر السودانية للجوء إلى أسواق الملابس المستعملة لمواجهة احتياجات العيد. محمد عثمان، بي بي سي، الخرطوم.